ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. عاشت العاصمة الموريتانية يوم عيد الفطر على إيقاع جريمة بشعة ذهب ضحيتها مواطن مغربي، ونقلت وسائل إعلام موريتانيا من بينها موقع أخبار الساحل إقدام شابين من أصحاب السوابق ظهر يوم السبت على قتل شاب مغربي في الثلاثين من عمره. وأوضحت ذات المصادر أن الضحية كان يحمل جهاز كمبيوتر محمول ومبلغا من المال، وحاول الجونات الاستيلاء على ما بحوزته فدخل معهم في عراك، حينها طعنه أحدهم بسكين طعنة أودت بحياته في الحال. ونقلت ذات المصادر بحسب تصريحات أمنية موريتانية تحدثت عن فرار الجنات واستمرار البحث عليهم لتقديمهم للعدالة. الضحية المغربي يدعى زكريا ويعمل في صالون للحلاقة في مقاطعة فروغزينة، أحد أرقى الأحياء وسط العاصمة الموريتانية، في الوقت الذي تم فيه توثيق فيديو يظهر جثة الشاب المغربي وهي ممددة على الطريق مدرجة في دمائها قبل وصول الأمن لمسرح الجريمة. وكانت موريتانيا قد أعلنت أول أمس السبت أول أيام عيد الفطر بخلاف باقي دول المنطقة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.